هذه القاعة هي محط أنظار العالم لساعات طوال. الكل يسأل وبوتين يجيب. تقليد سنوي يتابعه ملايين الناس في العالم حول حصيلة العام المنصرم، ويعمل على تغطيته مئات الصحفيين. مقاتلون يحسنون من مواقعهم على خط المواجهة. جميع القوات تقريبا تستمر في عملها بشكل إيجابي. أتوقع أن ملف الأزمة الأوكرانية سينتهي قريبا. مؤتمر زعيم الكرملين هذا العام تلقى قرابة 2 مليون سؤال من الروس. الملفات بمختلف أشكالها على الصعيدين الداخلي والخارجي، أبرزها الأزمة الأوكرانية وعلاقة موسكو بالغرب. موسكو لم تفسد العلاقات مع أوروبا، بل على العكس، هم من قاموا بهذا الشيء وحاولوا دفعنا للخلف ولم يأخذوا بعين الاعتبار ما يهمنا. لقد عملوا منذ انقلاب 2014 على عدم إقامة علاقات بين موسكو وكييف، وكل هذا مرتبط بالأخ الأكبر الولايات المتحدة، والتي نحن جاهزون لإقامة علاقات معها، لكن بعد توجهها نحو احترام الجميع. الحرب في غزة لم تغيب عن الحوار في المؤتمر. بوتين وصف الوضع في القطاع بالكارثي، مضيفا أن الصراع الأوكراني بمجمله لا يضاهي ما حدث في غزة. الأمين العام للأمم المتحدة أطلق على قطاع غزة اسم مقبرة الأطفال الأكبر في العالم. يجب تهيئة الظروف لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأولاً يجب الحفاظ على سكان غزة، وثانياً يجب تقديم المساعدات الإنسانية للناس هناك. عبد الجواد الرشد، العربية، موسكو. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.